السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الخليل واللطيب يقول إن عدم إجراء الحوار في موعده الهدف منه إعطاء فرصة للمعارضة. ندوة بنواكشوط تبحث تأثير المخدرات على الفرد والمجتمع، ووزير الشؤون الإسلامية يدعو إلى رسم استراتيجية لمواجهتها. منتخب المرابطون الشباب يخسر في مباراة الإياب أمام نظيره المالي ويخرج من تصفيات أمم إفريقيا للشباب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل واللطيب إن انقضاء الفترة التي حدد الرئيس محمد بن عبد العزيز لإجراء حوار سياسي دون تنظيمه تعبر عن مستوى المرونة لدى النظام وإعطائه المعارضة المزيد من الفرص من أجل المشاركة. وأضاف واللطيب خلال حلقة من برنامج استوديو رمضان على قناة المرابطون أن الأغلبية تدعم خيار الحوار ومتشبثة به. الحوار فكرة وأسلوب حضاري عند الأغلبية وعند الأخ الرئيس محمد بن عبد العزيز واللي ينادي به دائما ودعاله زيادة من السنة. تصوري أنا أنه دعوته لها خلفيته فيها هو إتاحة الفرصة للطيف السياسي اللي قاطع الانتخابات الماضية وبالتالي يظل متشبث به، ونحن في الأغلبية داعمين هذا التوجه ومتبنين الحوار. وحديثه المره الماضيه عن الحوار سيبدا قريبا ظهر لي على انه لا قال هو قال اربع اسابيع ثلاثه قال ثلاث اسابيع اربعه لكن هذا كاملين لا هذا كامل لا يعود نوع من اعطاء الفرصه وفي 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 وفي, وفي, وفي اتصالات وفي حوارات وفي لقاءات لكن الرئيس اللي حدد وقته سابقه باسبوع ما هو هذه وقال مازال لا يبدا في وقته اي لا يبدا هو كامل هو قال تقريبا قال ثلاث اسابيع اربع اسابيع هذا كامل هذا العموم تخطاه باسبوع قاعد يتخطاه باسبوعين هذه نوع من المرونه. واعتبر واللطيب أن ما بات يعرف بأزمة مجلس الشيوخ تعبر عن مستوى الديمقراطية في البلاد، حيث عبروا عن وجهة نظرهم مضيفا أن أزمتهم ستنتهي عبر الحوار والنقاش. شو يلا تعرفوا على أن هذا النظام من هذه المرحلة اللي فيها أن مرحلة تتسم بالديمقراطية وحرية الكلمة. قضية الشيوخ أنا احترامي الكامل لرأيهم وموقفهم، عبروا عن وجهة نظرهم، وبالتالي احنا بلد ديمقراطي وهذا تعبير داخلي، لكن مشكلتهم وازمتهم تم تجاوزها حسب المعلومات اللي عندي. حسب بيانهم هم بهافه تم تجاوزها. لا 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 حال حاله ما خاصة غير المشكله ما توفى تو ديالهم. على كل حال الدور لا توفى، الدور لا توفى بالحوار وبالنقاش. أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة مشاركتها في الحوار السياسي المرتقب والذي أعلن الرئيس محمد بن عبد العزيز في خطابه بمدينة النعمة في الثالث من شهر مايو الماضي عن إجرائه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، ويرفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المشاركة في الحوار المرتقب ويعتبر نفسه غير معني به. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. ثلاثة أحزاب سياسية معارضة أعلنت عن مشاركتها في الحوار السياسي المرتقب، كان آخرها حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي الذي أكد في بيان صادر في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي بالعاصمة نواكشوط عن قراره المشاركة في الحوار. وقال البيان إن الهدف من مشاركة الحزب هو تجاوز الوضع الراهن نحو ما سماه واقعا يتيح للجميع ممارسة ديمقراطية شفافة. وإلى جانب حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي على لسان رئيسه مسعود والبلخير القيادي بكتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي عن المشاركة في الحوار. وذات الموقف اتخذه حزب التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة النائب البرلماني السابق القيادي المنسحب من حزب تكتل القوى الديمقراطية يعقوب اللمين. وأكد الحزب في بيان صادر عنه المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز.
وكان الرئيس محمد عبد العزيز قد أعلن في الثالث من شهر مايو الماضي عن إجراء حوار سياسي في غضون 3 أو 4 أسابيع، وهو الحوار الذي لم ينطلق بعده. وتؤكد مصادر من داخل الأغلبية الداعمة للنظام أن الاتصالات واللقاءات جارية بشأنه. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي سبق وأن أعلن أنه غير معني بالحوار المرتقب، وصفت قيادات من داخله تصريحات الرئيس الأخيرة لوسائل إعلام غربية وإفريقية بشأن عدم الترشح لمأمورية ثالثة بالإيجابية، واعتبرتها مؤشرا مهما، وإن لم يرتب المنتدى عمليا أي شيء على ذلك، وبقي الحوار يراوح مكانه. ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد محمد والبلعمش، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الحوار يتجاوز موعده المحدد، وثلاثة أحزاب معارضة تعلن مشاركتها فيه، ألا يكفي ذلك لانطلاقه؟ أعتقد أن حوارا لا يحل مشكلة سياسية موريتانيا، لا يغري الأطراف المعنية بأن تدخله، ورغم أن الأحزاب التي أعلنت مشاركتها هي أحزاب مهمة وفاعلة، ولكنها سبق وأعلنت هذا، سبق خصوصا التحالف الشعبي التقدمي، حزب الوئام. الجديد أن إعلان حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي رأسه الدكتور يعقوب المهين هل هو الجديد، فضلا عن بعض الأحزاب ذات الطابع القومي الزنجي والمنظمات المرتبطة بها وأحزاب من صنف آخر. لكن النظام إذا لم يكن هذا يخرجه من المشكلة السياسية، فأعتقد أنه لا قد لا يتسرع، حتى لو ناور بأنه سيحاول مع من حضر فإنه سيؤجل قليلا حتى يضمن مشاركة الجميع. نعم، الأحزاب التي أعلنت المشاركة إلى أي حد تعكس ثقل المعارضة الموريتانية؟ الأحزاب التي أعلنت مشاركة تشترك في أنها أحزاب معارضة وسط، معارضة وسط. لدينا حزب التحالف الشعبي التقدمي من المعاهدة، حزب الوئام، الصواب، لديك هذا الحزب الجديد حزب التحالف الوطني الديمقراطي، وهو خرج من رحم حزب التكتل والقوى الديمقراطية، وكان سبب خروجه كان دعوته رئيسه للحوار، للتكتل الحوار، والتكتل رفض حينها أن يشارك في الحوار، انسحب وشكل حزبه خاصا به لا شديد فيه، غير ما سبق أن ذكرت في نشرة سابقة أن إذا كانت هناك صفة يمكن أو سمة يمكن أن نصف بها هذا الحوار، فإن هنالك مشاركة لأطياف خاصة ناهضة العبودية. لدينا شرائح كبيرة، مثلا لديك مسعود، لديك بيجل، لديك بلال الورزق كترة المواطنة، لديك سعد بليد ومعه يبقى فقط رئيس بيراما وسامو بيه. نفس الشيء بالنسبة لأحزاب زنجية أخرى ومنظمات زنجية مشاركة. إذا كانت هناك سمة لهذا الحوار مرتقب، إذا كانوا سيجرونه في هذا الوقت، فإنه سيكون ذا طابع اجتماعي، ذا طابع حقوقي، ذا طابع إنصاف لبعض الشرائح التي تعتبر أنها مظلومة وأنها مهمشة في السابق. نعم، تأخر الحوار عن موعده هل يمكن أن يفيد في جلب مشاركة أكبر، أم أن الأحزاب التي أعلنت الممانعة لا ينتظر منها المشاركة؟ أعتقد أن التصريحات رئيس الجمهورية لبعض الصحافة الغربية بخصوص المأمورية الثالثة، أنه لن يترشح المأمورية الثالثة وأنه لا يعد الدستور من أجل الترشح لهذا، كان يجب أن يساعد في الموضوع. والمعارضة الراديكالية مثلا في المنتدى وفي حزب تكتل القوى الديمقراطية كانت تشترط هذا الشرط، أن لا يترشح لمأمورية ثالثة. وعلى كل حال هو صحيح أنه لم يتواضع لهم ويتعامل معهم كشركاء رئيسيين، يقول لهم أنا لم أحاول، وفضل أن يصرح لذلك لصحافة غربية نظرا يعني هو حر ولديه تقييم لمن يصرح له، ولكن هم بعد الآن لم تعد هذه الحجة وجيهة، حيث صرح بأنه لن يترشح المرة الثالثة وهو مرهون بتصريحاته.
نعم، الصف الداخلي للأغلبية البعض لا يراه بذلك التماسك الداخلي، إلى أي حد يمكن أن ينعكس ذلك على الحوار؟ صحيح، الصف الداخلي الأزمة بين مجلس الشيوخ والحزب والحكومة من جهة، هذه أزمة حدثت نظرا لغضب الشيوخ من رئيس في حل البرلمان، حل غرفتهم، ولأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الرئيس فأرادوا أن يواجهوا من هم دون الرئيس. هذا رأي لدى البعض، هم ولكنهم هم يعتبرون أن بعض قادة الحزب الحاكم والوزراء أساءوا إلى مؤسسة دستورية مصانع. أعتقد أنه إذا كانت أيضا لهذه الأزمة من فائدة على النظام فهي فقط أنه صرف النظر عما كانت تتحدث عن معارضة من إساءة الرئيس لبعض الشرائح من حديث النسل وغيره. إذن نحن الآن طوينا تلك الصفحة، بدأنا في صفحة انشغلنا فيها، ويتمتع المجتمع الموريتاني بصفة جيدة جدا وهي النسيان. إذن ما مستقبل الحوار السياسي انطلاقا من المشاركة والمقاطعة حتى الآن؟ في النهاية لا بد من صنعاء ولو طال السفر، لا بد من حوار في النهاية، والكل يعرف ذلك. أعتقد أن وسطاء أننا ننتظر أن يتوسط حكماء البلد ليكون الحوار شاملا. أما إذا واصلت المعارضة في رفضها وواصل النظام في تعنته وتجاهله للمعارضة كشريك، فأرجو أن لا نصل إلى عناد من هذا النوع، وأرجو أن يتدخل الحكماء لتقريب وجهة نظر، لأن الموضوع في النهاية بسيط. نعم، الكاتب الصحفي سيد محمد داول بالعمش، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نظمت إذاعة موريتانيا ندوة في نواكشوط ناقشت موضوع تأثير ومخاطر الخمور والمخدرات على الفرد والمجتمع بمشاركة عدد من العلماء والأئمة، ودعا المدير العام للإذاعة عبد الله والحرمة الله إلى تحمل المسؤولية في حماية الأجيال والتصدي لمن وصفهم بالعابثين بعقول ومستقبل المدرسة الجمهورية. نتابع. الخمور والمخدرات وآفاتها على الفرد والمجتمع، عنوان ندوة منظمة بالتعاون بين إذاعة موريتانيا ووزارة الشؤون الإسلامية ضمن الفعاليات والأنشطة المخلدة لشهر الصيام. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد الله الداود قال إن الندوة تسهم في تنوير الرأي العام بخطورة المخدرات وكل المؤثرات العقلية التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص. قد استشعر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز هذا الخطر مبكرا، وظل يؤكد على ضرورة التصدي بكل حزم وعزم لهذا المرض المميت. وكان نداء مدينة النعمة الأخير تعزيزا لهذا المسعى الحضاري المتميز، حيث دعا العلماء والأئمة وكافة القوى الحية في البلاد إلى توظيف منابرهم ووسائطهم التربوية وكل مجهوداتهم التعبوية للتحسيس بخطر المخدرات. وفي مداخلته في ذات السياق أكد مدير إذاعة موريتانيا عبد الله والحرمة الله، أكد على ضرورة تحصين المدارس وحماية الأبناء من هذا الخطر القادم من خلف الحدود حسب تعبيره. إن تحصين مدارسنا وحماية أبنائنا لا يقل أهمية عن انتصارات جيوشنا وقوات أمننا في حماية حدودنا وحوزتنا الترابية من مقسط الموت وبارونات تجارة المخدرات. لهؤلاء وأولئك نقولها مدوية: عقول أبنائنا حرام عليكم كحرمة ترابنا الطاهر. وتدخل هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات العلمية تنظمها إذاعة موريتانيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم. من ناحية أخرى، قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد وله الداود إن المخدرات تشكل اليوم أكبر تحد عالمي. وأضاف وله الداود خلال ندوة بنواكشوط أن المجموعة الدولية بات يتحتم عليها رسم استراتيجية متعددة الأبعاد لوقف زحف المخدرات الفتاك. المخدرات التي تشكل اليوم أكبر تحد لسكان المعمورة، فهي بالإضافة إلى حرمتها الشرعية فقد أفسدت العقول وزعزعت الأمن وخربت الاقتصاد ومزقت المجتمعات. وهذا ما يحتم على المجموعة الدولية رسم استراتيجية قوية ومتعددة الأبعاد
لوقف هذا الزحف الفتاك وتجفيف منابعه. ولقد استشعر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز هذا الخطر مبكرا، وظل يؤكد على ضرورة التصدي بكل حزم وعزم لهذا المرض المميت. وكان نداء مدينة النعمة الأخير تعزيزا لهذا المسعى الحضاري المتميز، حيث دعا العلماء والأئمة وكافة القوى الحية في البلاد إلى توظيف منابرهم ووسائطهم التربوية وكل مجهوداتهم التعبوية للتحسيس بخطر المخدرات. قالت جمعية الصداقة الموريتانية السودانية إنها نجحت في تحقيق جزء من هدفها المتمثل في تعزيز وترسيخ العلاقات الثقافية بين موريتانيا وجمهورية السودان. وقدمت الجمعية خلال انعقاد مؤتمرها العام الثاني بنواكشوط أبرز ملامح الدور الذي ساهم به الشناقطة في تحقيق نهضة ثقافية بالسودان. نتابع. استعرضت جمعية الصداقة الموريتانية السودانية مسار نشأتها منذ العام 2008 وحتى الآن، مؤكدة أنها حققت جانبا هاما من هدفها الأول المتمثل في تعزيز وترسيخ قيم العلاقات الثقافية والروحية بين البلدين والممتدة منذ عدة قرون، حيث ساهمت وفود الحج الشنقيطية خلال القرون الأخيرة في نهضة السودان الثقافية، خصوصا فيما يتعلق بعلوم اللغة العربية والفقه الإسلامي. بعد ذلك قام بهذه النشاطات والفعاليات جمع وإعداد كتاب معد للطباعة عما كتبه الموريتانيون والسودانيون شعرا ونثرا، كتاب معد للطباعة، برامج إذاعية عن السودان وموريتانيا يعني في فترات متعددة، أنعشها مسؤول الإعلام في الجمعية ومستشار في السفارة سابقا، مداخلات ومقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة. القائم بالأعمال أشاد بالدور التاريخي للشناقطة في تأسيس هذه العلاقات وربطها بالروح والمشاعر وأواصر الروح، داعيا إلى استلهام روحهم في العمل على تأسيس هذا الجهد الطيب الذي تبذله الجمعية لإبراز الجوانب الوضاءة من هذا التاريخ. لم نكن نحسب أن هذا التقارب لكل هذه الكيفية يعني، فلما صرنا إلى هنا الحمد لله رب العالمين، حمدنا الله أن غيظ لنا أن نتعرف عليهم وأن نصل إلى هذه البلاد التي قطعها هؤلاء الأسلاف رغم بعدها، لأنه حتى نحن بالطيران الواحد يأخذ أكثر من 12 ساعة حتى يبلغ بلاد الشنقيط، فما بالك الناس كانوا يقطعونها على ظهور الدواب والجمال. واختتمت الجمعية العمومية للمنظمة بانتخاب مكتب جديد لمواصلة العمل ومسار تعزيز أواصر الأخوة والترابط بين البلدين الشقيقين. وشهدت العلاقات الموريتانية السودانية تطورا ملحوظا منذ العام 2005 بعد قطيعة وارتباك خلال حقبة التسعينيات من القرن المنصرم. رياضيا في هذه النشرة، خرج منتخب المرابطون الشباب أقل من 20 عاما من تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب المرتقبة بزامبيا 2017، وذلك بعد خسارته في مباراة الإياب أمام نظيره المالي 4-1. وكان منتخب المرابطون الشباب قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بالملعب الأولمبي في نواكشوط 3-0. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قتل 4 صهاينة وخرج جرح 6 آخرون خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أربكت العملية قوات الاحتلال التي قالت بعض وسائل إعلامها إنها لم تكن تتوقع أن تنفذ ضدها عملية بهذا الحجم. نتابع. واصلت وسائل الإعلام العبرية تغطيتها عملية تل أبيب الأخيرة ونتائجها في ضوء القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال ضد عائلات منفذيها، معربة عن مخاوفها من أن تكون هذه العملية مقدمة لهجمات جديدة. وقالت صحيفتها آرتس العبرية إن الفلسطينيين ليسوا فرحين بعمليات تل أبيب، لكنهم يفهمون الدوافع التي جعلت المنفذين يقومون بها.
وهم يشعرون بأن سكان تل أبيب باتوا يشعرون بتشويش في حياتهم بسبب العملية تماما كما يشعر بها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حالة اليأس والإحباط التي يعيشونها. وبيّن الخبير العسكري الصهيوني عاموس هارائيل في الصحيفة أن عملية تل أبيب ربما أوقفت الحديث الإسرائيلي عن ظاهرة المنفذين الوحيدين المنفردين في ضوء تبلور حالة جديدة من وجود مجموعات من الشباب الذين لا ينتمون لأي تنظيم فلسطيني على الساحة وبحثهم عن الوسائل الأكثر إضرارا بإسرائيل. ونفذ الشابان محمد أحمد موسى مخامرة وخالد محمد موسى مخامرة ويبلغان من العمر 21 عاما الأربعاء الماضي عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، وقتل على إثرها 4 صهاينة وأصيب 6 آخرون قبل اعتقال المنفذين. وأضاف هارائيل أن وقوع عملية تل أبيب يعني عدم حصول أي تطور إيجابي لصالح إسرائيل في موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة خلال الشهور 10 الماضية، في ضوء أن السجون الإسرائيلية تشهد زيادة في أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين يعملون دون قيادة منظمة تقف خلفهم، وتسعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لتجنيدهم للعمل في صفوفها في المستقبل. كما أشار إلى أن انخفاض أعداد العمليات الفلسطينية منذ بداية مارس آذار الماضي وحتى يوم تنفيذ عملية تل أبيب جعل بعض الإسرائيليين يعتقدون خطأ بأن موجة الهجمات باتت خلف ظهورهم، لأن هذه الشهور 3 لم تشهد سقوط أي قتيل صهيوني حتى وقعت عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل 4. قال الإمام والفقيه محمد فاضل والمحمد لمين إن الصلاة تعتبر أولا ملفات الشخصية التي يتم عرضها يوم القيامة، أما الملفات الجماعية فأول ما يقضى منها يتعلق بالدماء. جاء ذلك خلال محاضرة قدمها بالمسجد السعودي بالعاصمة نواكشوط ضمن ما يعرف بروضة الصيام. والصلاة أول ملف يمر الله بفتحه، أول ملف شخصي. الملفات نوعان، ملف بين اثنين أو أكثر جماعي وملف شخصي. فالملفات الجماعية أول ما يفتح منها الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والملفات الشخصية أول ملف منها يفتح أمر الله بفتحه والصلاة. فإن أحسنها الإنسان فلا خوف عليه، تبدأ بعد ذلك محاسبته على بقية الملفات. وإن أساءها تلف لف الهدمية ردا فيضرب بها على الوجه كما قال محمد مولود في إشراق القراء. المهم أن الصلاة مضيعوها يذهبون إلى النار من المحشر. وتتذكرون الآيات الواردة في الموضوع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحر هذا مثل لا تبصرون. يدعون معناها تؤخذ قافية أحدهم، يأخذ الملك بقفاء الواحد ويدفعه دفعا إلى النار. إذن ومنهم من يأتيها مصفدا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نظم المنتدى العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ندوة حول موضوع نصرة الله ورسوله، تضمنت محاور متعددة. وتحدث الأمين العام للمنتدى محمد محمود والبدي في جانب من مداخلته عن الأحكام المتعلقة بأقوال وأفعال العباد. في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 3: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضي معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام 3: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها القيادي بالأغلبية الخليل والطيب يقول إن عدم إجراء الحوار في موعده الهدف منه إعطاء فرصة للمعارضة.
ندوة بنواكشوط تبحث تأثير المخدرات على الفرد والمجتمع، ووزير الشؤون الإسلامية يدعو إلى رسم استراتيجية لمواجهتها. منتخب المرابطون الشباب يخسر في مباراة الإياب أمام نظيره المالي ويخرج من تصفيات أمم إفريقيا للشباب. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.